سجلت الغارات الجوية على أهداف مدنية عنوان العمليات العسكرية ليوم الأربعاء. فبعد إصابة حي سكني في المعظمية وسقوط عدد كبير من المدنيين قتلى، لا سيما من حائلة واحدة، أصيبت أيضا محطة للوقود في منطقة المليحة في غوطة دمشق، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين بين قتيل وجريح وخراب ودمار كبيرين في المنطقة. 2013 الله أكبر، عشرات الشهداء. وتواصل الجهات الحكومية والمعارضة كل من جهته الإعلان عن عمليات عسكرية وعن تحقيق نجاحات على مختلف الجبهات. ويتضح من مسار البيانات والصور المبثوثة عبر الإنترنت أن المعارضة تركز على مطاري تفتناز ومنق العسكريين في حلب وريفها، بالإضافة إلى مطار حلب ووادي الضيف، في محاولة لإحكام السيطرة العسكرية على هذه المنطقة. قصف على محيط مطار منق العسكري بسبب تكبير. وأجمعت وكالة الأنباء على وقوع اشتباكات عنيفة في محيط هذه المطارات وسقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الطرفين. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طيران الحرب السوري لا يزال يتدخل، مما يعوق عمل القوات المعارضة ويؤخر تنفيذ أهدافها. أما وكالة سانا فقد ذكرت أن وحدات الهندسة أحبطت محاولة تفجير 20 عبوة ناسفة زرعها من وصفتهم بالإرهابيين في عدد من أحياء حلب القديمة. وفي إدلب أفاد النشطاء أن دبابة تابعة للجيش الحكومي انشقت مع طاقمها وبدأت القصف باتجاه الجنود قرب مطار تفتناز العسكري شبه المحاصر. وعاد مخيم اليرموك إلى واجهة الأحداث الأمنية، حيث أفيد عن اشتباكات بين اللجان الشعبية وأن جميع مساعي الهدنة قد فشلت. أما المحور الثالث للعمليات العسكرية فيستمر في ريف العاصمة، حيث تعرض عدد كبير من أحيائها لا سيما درية ودومة وحرستا للقصف. وفي درعا بث الناشطون صورا لهجوم نفذه مقاتلو المعارضة على مواقع تابعة للقوات الحكومية، بينما تولت وحدات أخرى التصدي للطائرات الحربية بواسطة مدفع رشاش. وفي ريف دير الزور تعرضت قرى الحسينية والحصان والشهابات للقصف. عصام عبد الله، BBC.